طالع مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال وآيال كافوري. أهلا بك يا آيال. شكرا صحة. شكرا إيمان. ونتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض مواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت ميزا لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا. وأكد المركز الإعلامي قيام المواطنين بسداد تكلفة الخدمة فقط دون أي رسوم إضافية، حيث تتحمل الدولة الرسوم المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل، مشيرة إلى وجود متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام العمل بها. أكدت مصر حرصها على استمرار وزيادة التعاون مع برنامج الأغذية العالمية خلال الفترة القادمة لتعزيز قدرة الإدارة المحلية على تنفيذ المشروعات والتواصل مع المحافظات وتوفير احتياجات المواطنين والإشراف على منظومة التطوير المؤسسي. وخلال استقباله الممثل المقيم مدير مكتب برنامج الأغذية العالمية للأمم المتحدة بالقاهرة، أشار وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إلى سعي الوزارة المستمر لبناء نظام محلي متطور وقادر على متابعة وتنفيذ في التوجيهات الرئاسية ويعكس تطلعات المواطنين وتحسين رضاهم عن الخدمات المحلية المقدمة إليهم بمختلف المحافظات. وفي أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار وعوائد السندات ليصل المعدن الأصفر إلى 1766 دولارا للأوقية. أما محليا على المستوى المحلي سجل عيار 18 نحو 871 جنيها، في حين لمس عيار 21 سعر وصل اليوم إلى 1016 جنيها، ووصل سعر عيار 24 اليوم إلى 1161 جنيها، في حين سجل الجنيه الذهب سعر وصل إلى 8128 جنيها. من أسواق المعادن النفيسة ننتقل إلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط مع تحول الأنظار إلى اجتماع مجموعة أوبك بلس الأسبوع المقبل. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 2.7% لتبلغ اليوم 110 دولارات وسنتا واحدا للبرميل، في حين أيضا ارتفعت خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.3% ووصل إلى 98 دولارا و62 سنتا للبرميل. في المقابل انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.31% ووصل السعر إلى 3 دولارات و53 سنتا للبرميل، في حين أيضا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.17% ووصل السعر إلى 8 دولارات 23 سنتا لكل مليون وحدة حرارية. أظهر تقرير لشركة النفط النيجيرية المملوكة للدولة أن نيجيريا أنفقت 3 مليارات و800 مليون دولار على دعم الوقود في النصف الأول من العام، وراكمت عجزا بقيمة مليار و200 مليون دولار في تمويل مشروعات النفط والغاز. وكانت نيجيريا وهي أكبر منتج للنفط في أفريقيا قد أرجأت إلغاء دعم الوقود في يناير الماضي وسط ارتفاع التضخم في فترة تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. هذا وتستورد نيجيريا جميع منتجاتها المكررة بسبب توقف المصافي المحلية منذ سنوات. انتهت جولتنا الاقتصادية مشاهدينا.